بقالنا كام يوم يا حضرات بنتكلم معاكم كل يوم والتاني عن نجاحات مدويه بيحققها يعني لاعبينا في كره اليد. منتخب مصر لكره اليد بيواصل الحقيقه انتصاراته في بطوله كاس العالم اللي هو بيشارك فيها. امبارح حقق فوز كبير على امريكا بنتيجه 35-16 في ختام مباريات الدور التمهيدي لبطوله العالم المقامه حاليا في السويد وبولندا. كان ماتش قوي، كان اداء مميز. الشوط الاول بالمناسبه انتهى بتقدم مصر بنتيجه 19-7، وبعدها وصل الفراعنه تقدمهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراه لصالحهم. بكده بيكون انهى المنتخب مشواره في الدور التمهيدي وهو متصدر جدول ترتيب المجموعه السابعه برصيد 6 نقاط، بينما احتل المنتخب الامريكي المركز الثالث برصيد 2. مبروك لمنتخبنا العلامه الكامله لحد دلوقتي من الفوز على كرواتيا والمغرب وامريكا. برضه من المقرر ان يتواجد منتخب اليد في المجموعه الرابعه في الدور الرئيسي، واللي بياتي طبعا على راسها المنتخب الدنماركي بطل النسخه الماضيه من بطوله العالم، واحد من اقوى المنتخبات على الاطلاق في كره اليد. بس احنا ان شاء الله يا نهاوند قدها وقدود باذن الله. انا شايف ان الاداء لحد دلوقتي رائع مقارنه ب 2021. انت دايما اقيس بناء على اخر بطوله. اخر بطوله منتخب مصر كان طبعا كان متالق لادوار كتيره جدا، لكن برضه انا بشوف ان فكره الفوز والنتيجه فيها فارق يا كريم، ده يدل على تحسن الاداء بشكل كبير. ففعلا في تالق من قبل اللعيبه المصريه، خصوصا لو هنتكلم هنا بالاسم بقى. عندك محمد علي اللي حصل على جائزه احسن لاعب في المباراه وتصدى لتصويبات كانت كتيره جدا بجد ومرعبه في نفس الوقت. تالق كمان سيف الدرع اللاعب بتاعنا كريم هنداوي، ومش عايزين ننسى كمان ان احنا نشيد باداء هدافين منتخب مصر لحد هذه اللحظه. عندك يحيى الدرع، عندك حسن وليد، يعني كل واحد منهم سجل تقريبا 12 هدف ده خلال الماتشات الثلاثه ده بلغه الارقام. وعندك برضو احمد هشام تقريبا 10 اهداف لحد دلوقتي لو انا مش غلطان. فكل الامنيات الطيبه للمنتخب المصري، الرجاله بجد في ان هم يتخطوا المرحله اللي جايه ويتاهلوا كمان لدور الثمانيه، ان شاء الله نخوض الادوار النهائيه كمان ونتالق، هو ده الاهم في كل شيء. خلونا كمان نساند منتخبنا اللي ده امر مهم جدا في المباريات اللي جايه. وعلى فكره عندك يوم 19 يناير هتبقى مع بلجيكا، وبلجيكا صعبه، منتخب تقيل قوي، هيكون الساعة 4 تقريبا ونص مساء. ويوم السبت هيكون في 21 يناير برضو مصر يعني هتلعب ومع البحرين، وهيكون الساعة 7 مساء. وعندك برضو ماتش مهم يوم 22 يناير هيكون مع الدنمارك. فالدنمارك طبعا في تصعيد تصعيد وكلها منتخبات أتقل من بعض وأقوى من بعض. أتمنى إن احنا نتخطى الأدوار دي بإذن الله بفوز. هيحصل إن شاء الله. أنا متفائلة تاني هنرجع نقول عن 21، رغم إن أنت تاني هنرجع نقول البطولة دي بتفتقد العديد من العناصر الهامة جدا في المنتخب، وقلنا عنهم قبل كده. عندك يحيى خالد، عندك أحمد الأحمر، وعندك الطيار. ففي ثلاث أسماء وإن كانوا مش عدد كبير، بس ثلاث أسماء قوية وكانت مؤثرة جدا وكانت مهمة جدا في المنتخب. لكن مش هنحس برضو، مش عايز اقول الاهلي بمن حضر لان ده منتخب مصر، بس هقول منتخب مصر بمن حضر. ايوه تنطبق عليه هذه برضو المقوله بصراحه، ان انت عندك سكواد اكثر من رائع، حتى ان كان في وجوه جديده او ناشئين او اعمار لسه صغيره يمكن ما عندهاش الخبره القويه، لكن بتقدر ان هي تنتهز الفرصه لما بتجيلها وان هي تثبت نفسها، وده شفناه في ماتشات كتيره. فيت التغيير الاعدادي اللي كان اكثر من جيد قبل يعني البطوله. فانا متفائله وعايزين ان احنا كمان ندعم منتخبنا. عايز اقول لك الردود بتاعه الافعال الكتيره الايجابيه للمنتخب، اعتقد ده برضو يعتبر دافع حلو جدا معنوي. الناس متابعه يا كريم، يعني دي برضو فيها اختلاف شويه في الثقافه او كره اليد عامه، مش كل الناس كانت بتتابعها، لكن مع المنتخب بتاعنا كان كمان 2021 لما كانت البطوله في مصر الناس ابتدت تلفت نظرها شويه لهذه الرياضه يعني. وده لمسناه اكتر من مره لما استضفنا في حلقات سابقه اكتر من مره استضفنا لاعبين لكره اليد، واستضفنا كمان ناس من الجهاز الفني. يعني فعلا هم كمان وصل لهم ان الرياضه دي ابتدت تنتشر، فبالتالي ماتشاتهم بتتشاف، نجاحاتهم اللي سابقه خلت ناس كتير قوي تركز معاهم في اللي جاي، فهم كمان تالقوا عشان هم على قدر المسؤوليه. بنتمنى لهم اكيد المزيد من النجاحات ان شاء الله الفترة اللي جاية.